لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي. مرحبا بك دكتور أسامة. يعني على الرغم من اختراقات الطيران الصهيوني المجال الجوي السوري خلال سنوات، قرر النظام التصدي اليوم للطائرة الصهيونية وإسقاطها، كيف قرأت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني كثيرون يتعجلون ويعتبرون ذلك يعني تصدي أو يعني أن النظام غير طريقته في الاحتفاظ بحق الرد ورد هذه المرة. أنا أعتقد أن هناك إما مبادرة فردية حصلت أو أن هناك خطأ قد حصل. يجب علينا أن نعلم أن التقنيات الموجودة لدى النظام السوري هي تقنيات بالية، التقنيات المتطورة هي عند الروس، وحتى لو استلم النظام منظومات دفاع جوي متطورة فهي بإشراف الضباط الروس فعليا على الأرض. إذا ما حصل أنا أعتقد أنه خطأ، خاصة مع الصمت الروسي. نستطيع أن نتلمس ونرتقب التصريحات الروسية يعني في الأيام المقبلة لنعلم يعني ما الذي حصل فعلا. أنا أعتقد أن التقنيات الروسية قد استخدمت من قبل الروس بطريقة الخطأ أو بمبادرة فردية من جندي سوري مثلا، لكن هذا الخطأ لا نستطيع أن نقول أنه سيكون له ما بعده. يعني أكيد ستسارع روسيا، ستسارع أمريكا إلى ترتيب الأمور وإلى منع تكرار مثل ذلك. فلذلك لا أحد يعني خاصة من عانى من هذا النظام، هذا النظام بنفس اللحظة الذي يعني يقصف الغوطة بشكل كارث ومسعور بنفس اللحظة تحدث هذه الحادثة، ولا أقول أسقط النظام هذه الطائرة، كلامي واضح. الروس تقنيات روسية وبأيدي وإشراف وخبراء روس حصل هذا الأمر، وأنا أعتقد أنه خطأ لأن هناك فوضى. السماء السورية اليوم تعاني من يعني ازدحام في الممرات الجوية لأمريكا ولكل دول أوروبا أصلا، وهناك ممرات لإسرائيل وهناك ممرات حتى الإيرانيين. ما حصل من وجهة نظركم هو خطأ وليس له ما بعده، ماذا عن الموقف الروسي دكتور أسامة؟ يعني هناك غارات صهيونية بسوريا، وروسيا كما هو معلوم حليف للكيان الصهيوني. دكتور أسامة هل تسمعني؟ نعم. دكتور أسامة، يعني إذا كان ما حدث هو في إطار الخطأ، هل ثمة موقف روسي على المدى المنظور تجاه ما حصل؟ سيكون هناك موقف روسي يعني يستوعب وينسق ويرتب ويمنع تكرار مثل هذا الخطأ. روسيا تعمل لصالح إسرائيل، روسيا تبلغ إسرائيل بأي عمل وبأي يعني تحركات لطيرانها. التنسيق بين إسرائيل وروسيا مستمر، وهناك تبليغات مستمرة متبادلة. لذلك نحن نتوقع أن يتم تلافي كل المضاعفات التي يمكن أن تحدث، وهو خطأ لن يتكرر. في سياق المواجهات دكتور أسامة، لا يزال النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة في الغوطة. من وجهة نظركم ما أهداف النظام من استهداف المدنيين قبل الجولة القادمة من المفاوضات؟ أيضا نعود إلى روسيا. روسيا تدير الشأن العسكري والشأن السياسي لهذا النظام المجرم. طبعا إيران لها دور، ولكن اليد الطولة لروسيا، ونحن نعلم وحتى التصريحات كانت معلنة وصارخة أنه بعد سوتشي وفشل سوتشي سيكون هناك تصعيد. هذا تصريح من وزارة الدفاع الروسية لمسؤولين كبار، قالوا سنصاعد، بمعنى يعاقبون من كان من الصادقين ورفض حضور سوتشي، ويمهدون الذين تسللوا إلى صفوفنا، يمهدون لهم الأجواء ليقولوا يجب علينا أن نلين وأن نخضع لأن المدنيين يعانون ولأن هناك قتلى وقصف مستمر. إذن هذه القضية تخص روسيا، لا تبتعد عن روسيا وإيران. النظام المجرم فقد كل شيء، روسيا هي التي تفعل كل شيء على الأرض وإيران. شكرا لك دكتور أسامة الملوحي، كنت معنا من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ.